النادي الاهلي ببطوله افريقيا لاول مره. بيركز ابو تريكا ويعملها برضه على مرمى الله بقى من ثواني بقولها نعملها. وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. لمست وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكا. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن النادي تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية للتأكيد على إقامة مباراة الأهلي والترجي على استاد برج العرب يوم 4 مايو المقبل بحضور 15,000 متفرج في أولى مواجهات الفريقين في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وكانت لجنة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قامت بمعاينة الملاعب التي حددها الاهلي لاستضافة مبارياته الافريقية، ومن بينها ملعب برج العرب والذي تقرر اقامة مباراة الترجي عليه بشكل رسمي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو. وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. ما زلنا مع اخبار مباراه الاهلي والترجي، حيث تقرر ان تصل بعثه الفريق التونسي الى الاسكندريه يوم 2 مايو المقبل استعدادا للقاء. وتلقى فريق الترجي صدمه بعد تاكد غياب اللاعب الجزائري يوسف البليلي، حيث قال طبيب الفريق التونسي ان البليلي يعاني من اصابه لن تمكنه من السفر لخوض اللقاء. ويذكر أن الأهلي حامل لقب البطولة 8 مرات يقع في المجموعة الأولى رفقة الترجي التونسي وكامبالا سيتي الأوغندي وتاوتشي برولرز البوتسواني. أكد غياب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي في دوري 8 لبطولة كأس مصر. وكان الجهاز الطبي قد أكد أن سعد سمير يعاني من كدمة شديدة في الركبة
وفقا للتشخيص المبدئي الذي ظهر بعد مباراة الزمالك الأخيرة التي غادرها مدافع الأهلي مصابا، وخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم لفحص طبي اليوم السبت على هامش المران الجماعي للأهلي على ملعب التتشيب بالجزيرة. انتظم علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الأسيوطي يوم الاثنين المقبل على استاد السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر. وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بمعلول في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري العام، حيث يرغب في تجهيزه لمواجهتي الأسيوطي والترجي. وأكد الجهاز الطبي جاهزية معلول بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب تونس في ودية كوستاريكا. أكد غياب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن لقاء الأهلي والأسيوطي بسبب الإصابة. وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن اللاعب مستمر في أداء برنامجه التأهيلي ومن الصعب لحقه بمباراة الأسيوطي، لا سيما أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يرفض التعجل في عودة اللاعب حرصا على سلامته. وأوضح الجهاز الطبي أن وليد أزارو يجري تجهيزه للحاق بمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا على أن يتحدد موقفه من النهائي من المشاركة في التدريبات واللحاق بالمباريات خلال الأيام القليلة المقبلة. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع لاعبي الفريق اليوم السبت قبل انطلاق المران الجماعي. وشدد البدري خلال الاجتماع على أهمية المرحلة الحالية التي تشهد ارتباطات مهمة للأهلي تبدأ بمواجهة الأسيوطي في كأس مصر والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لغلق صفحة مباراة القمة الأخيرة مع لاعبين للتركيز في مباراة الأسيوطي المقبلة والمحدد لها الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وللمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بيك. اهلا بك يا ايه واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. امير عاوزين نعرف كواليس التدريبات النهارده ونطمن على حاله المصابين. طيب خليني اقول لك النهارده طبعا الفريق استأنف تدريباته وعقب الهزيمه من نادي الزمالك بنتيجه 2-1 في الجوله الاخيره من بطوله الدوري العام، بالتالي النهارده كان اول يوم خصوصا بعد الراحه اللي حصل عليها لاعبي النادي الاهلي بالكامل خلال الامس. النهارده التدريب ابتدى بالتحديد في تمام الساعه 5 عصرا، كان من المفترض ان هو يبتدي في تمام الساعه 4:30، لكن كان في اجتماع من كابتن حسام البدري للاعبين للحديث عن المباراه السابقه امام نادي الزمالك والحديث ايضا عن الاخطاء اللي ارتكبها او ممكن يكون وقع فيها لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه.
وضرورة أيضا التركيز في المرحلة المقبلة الهامة للغاية بالنسبة لفريق النادي الأهلي من خلال مواجهتي الأسيوطي بطولة 8 من بطولة كأس مصر، وأيضا مواجهة فريق الترجي التونسي مع بداية دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأكثر أهمية بكل تأكيد للنادي الأهلي وجماهيره. خليني أقول لك على طول إن المران ابتدى يا آية، وكان في بعض التدريبات البدنية الخفيفة بالنسبة للفريق ككل، وبعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، مجموعة اللي هي شاركت في المباراة بالكامل وكان ليهم بعض التدريبات الاستشفائية في أرض مختار التتش، وبعديها بعض التدريبات الاستشفائية الإضافية أيضا في صالة الجيم، والمجموعة الأخرى وهي اللي مشاركتش خلال المباراة الأخيرة بشكل كبير، ودي كان ليها تدريبات بدنية قوية وأيضا بعض التدريبات الكرة، ويمكن من خلال بعض الفقرات بالنسبه للكابتن حسام البدري خلال التمرين واللي بيشرف اكيد على التمرين بالاضافه للجهاز المعاون، كان في فقرات او كان في تدريب على الكرات العرضيه بالنسبه للاعبين وادوها بشكل جيد سواء المهاجمين او المدافعين، وفي هذه اللحظات التقسيمه الاخيره وهي اخر فقرات المران النهارده هي تقسيمه باشتراك جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري اليوم، وتقسيمه الواضح ان هي قويه، واضح ان في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني على طوي صفحه الهزيمه من امام طبعا فريق نادي الزمالك وضروره التركيز في المرحله المقبله. لكن بالنسبه للاصابات، وده شيء يمكن اكيد مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه كمان للكابتن حسام البدري عشان يستغل بعض اللاعبين الموجودين خلال الفتره المقبله، زي ما احنا عارفين سعد سمير كان تعرض لاصابه في مباراه الزمالك السابقه وهي عباره عن كدمه قويه في الركبه، النهارده سعد عمل اشعه لسه نتيجتها ما طلعتش، لكن مبدئيا سعد سمير هيغيب على عن مباراه الاسيوطي في كاس مصر ان شاء الله بعد غد، وان شاء الله ممكن يكون متاح في مباراه الترجي، وده على حسب نتيجه الاشعه اللي هتطلع واللي هتحدد اكيد المده او مده الغياب الخاص بسعد سمير، واللي اكيد نتمنى ان هي تكون مده بسيطه عشان يكون متاح في الكابتن حسام البدري في المباراه المقبله وبالتحديد بعد مباراه الاسيوطي وبدايه من مباراه الترجي ان شاء الله اللي هي مباراه اكيد في منتهى الاهميه. لكن بالنسبه لوليد ازارو، وليد ازارو زي ما احنا عارفين عنده زي شد خفيف كده في العضله الخلفيه كان تعرض ليها في مباراه بتروجيت المباراه قبل السابقه، وليد ازارو لسه الموقف بالنسبه له ما اتضحش، لكن ان شاء الله في محاولات لتجهيزه لمباراه الترجي، هو خلاص مؤكد ان هو مش هيلعب ايضا مباراه الاسيوطي المقبله، لكن في محاولات جديه طبعا لتجهيزه لمباراه الترجي، خصوصا هو احد العناصر المهمه في خط هجوم النادي الاهلي، تركيز كبير جدا على تجهيز هذا اللاعب لمباراه الترجي ان شاء الله، اكيد نتمنى له العوده سريعا للمشاركه في مباريات التدريبات طبعا الاول ثم المباريات مع النادي الاهلي. لكن ايضا في لاعب اخر النهارده ما شاركش في التدريبات خالص وهو احمد حمودي، وخصوصا ان هو بيعاني من نزله برد ودرجه حراره مرتفعه، فبالتالي النهارده ما شاركش في التدريبات، هو متواجد في النادي لكن ما شاركش في التدريبات بسبب درجه الحراره المرتفعه. فيما عدا ذلك جميع اللاعبين جاهزين ان شاء الله من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه ان شاء الله للمرحله المهمه المقبله، واللي اكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه الاسيوطي ان شاء الله في كاس مصر ثم مباراه الترجي التونسي في بطوله دوري ابطال افريقيا. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. تختتم البطولة الدبلوماسية لكرة القدم التي ينظمها النادي الأهلي على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد فعالياتها ليوم السبت، ويحضر المباراة النهائية وحفل الختام خالد مرتدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ويوليوس لوي السفير الألماني بالقاهرة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بالإضافة إلى المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ومحمود الفيشاوي مدير فرع زايد، ولفيف من مسؤولي وموظفي الخارجية المصرية والسفارات المشاركة في البطولة. ويشهد اليوم الختامي إقامة 4 مباريات تبدأ بمباراتي الدور قبل النهائي، حيث تواجه مصر فريق كازاخستان على أن تلتقي روسيا مع ماليزيا، والفائز من المواجهتين يصعد للمباراة النهائية، فيما يلتقي الخسران على المركز الثالث. كما يشهد اليوم الختامي للبطولة مباراة استعراضية تجمع قدام لاعبي الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب الفرق الدبلوماسية المشاركة في البطولة.
وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة. قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة حفل تكريم للحكم الدولي جهاد جريشة في شهر مايو المقبل. وجاء قرار اتحاد الكرة احتفالا باختيار جريشة من قبل الاتحاد الدولي للمشاركة في إدارة مباريات مونديال روسيا الصيف المقبل. ومن المقرر أن يحضر الحفل جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. توجه اليوم منتخب الشباب بمواليد 99 بقيادة حمادة الصدقي إلى مدينة بورسعيد لخوض مباراتي ليبيا الوديتين المقرر لهما يومي 30 من أبريل الجاري والثالث من مايو المقبل. ويخوض منتخب الشباب نيرانه الأول ببورسعيد غدا الأحد استعدادا لمباراته الودية الأولى أمام ليبيا بعد غد الاثنين باستاد بورسعيد. ويستعد منتخب الشباب لمواجهة السنغال في مايو المقبل ضمن تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها بالنيجر العام المقبل. أنهى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اتفاقه بشكل رسمي على مواجهة الجزائر وديا يومي 3 و6 من يونيو المقبل في إطار استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال شوقي غريب أنه حصل على الموافقات الرسمية لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الجزائري في الجزائر. وأضاف غريب أنه جاري أيضا التفاوض على مباراتين في شهر مايو المقبل سيتم حسمهما خلال الساعات المقبلة على أن يتم الإعلان عنهما فور الحصول على الموافقات الرسمية. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، أعلن طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن التعاقد رسميا مع حاتم البحيري لاعب الاتحاد السكندري لينضم رسميا إلى الفريق في الموسم الجديد. وأوضح خيري أن البحيري وقع على عقود الانتقال للفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على كل البطولات. وكان الأهلي قد نجح في الحصول على توقيع مصطفى مشعل المنضم من صفوف مصر للتأمين في صفقة انتقال حر والذي وقع لمدة موسمين. يستعد فريق شباب السلة الأهلي بقوة لخوض المباراة الفاصلة مع نظيره الجزيرة لتحديد الفائز ببطولة الجمهورية والتي تقام غدا الأحد على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. ويخوض الفريق ميرانه اليوم بشكل قوي إلى جانب قيام الجهاز الفني بعقد محاضرة فيديو للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة. وكان الفريق قد تساوى في الترتيب مع الجزيرة بعد الفوز عليه أمس في آخر جولات الدورة المجمعة ليتأهل الفريقان لمباراة فاصلة لتحديد بطل الجمهورية.